احساس الانتفاخات والاحساس بالم المعده وتشنجات المعده، ده يمكن من اصعب الحاجات. انا واحده من الناس مريت بتجربه زي دي، وكنت بعاني دايما من احساس ان انا بطني ممتلئه كاني اكل خروف. يعني لو شربت كميه صغيره من الميه تحس ان انت اكله كميه كبيره جدا من الطعام. من الحاجات اللي سمعت عنها هو الديجستكير، شراب، ومعروف عنه ان هو من الادوية اللي بتساهم على الهضم، بتخلصك من الانتفاخات اللي بتبقى موجودة في المعدة، بتسمح بازالة الغاز بسهولة والفقاعات اللي بتبقى موجودة في البطن اللي بتسبب لك احساس بالانتفاخات، بيساعد ان هو يقلل من اضطرابات المعدة والتشنجات. فهو معروف عنه باستخداماته الكثيرة، منها مثلا انه مضاد للانتفاخات البطن ومضاد للتشنجات، بيطرد الغازات اللي بتسبب انتفاخ البطن. نقدر نستخدمه ايضا لعلاج اعراض التشنجات المعدية والمعوية سواء الخفيفة وكمان انتفاخات البطن، فاستعمالاته كتيرة قوي. هنيجي بقى لازاي نستخدمه بطريقة سهلة وبسيطة. لو انت لسه ما حطيتيش لايك ففضلا وليس امرا لايك، عشان نوصلوا الفيديو ده لالف لايك وشير واشتراك في القناة. حاولوا دايما تتناولوا الدواء زي ما طبيب وصفه لكم، استشيروا الطبيب او الصيدلي لو كنت مش عارفة الجرعة المناسبة ليكي، لان ممكن تتغير الجرعة من مريض لاخر بناء على العمر، الحالة الطبية، وكمان لو كنت بتتناول ادوية اخرى ولا لا. مهم ان انت تهتم برج العلبة كويس جدا قبل الاستعمال، وتقريبا الجرعة بتكون مرة او مرتين قبل وجبة الغداء وقبل وجبة العشاء. زي ما قلت لكم ممكن تتغير الجرعة في ظروف خاصة، فعشان كده ارجو ان تتبعوا دايما تعليمات الطبيب او الصيدلي. لو نسيتي ان انت تاخدي الجرعة فتناوليها بمجرد ان انت تفتكريها ما لم يكن الوقت قد حان للجرعة التالية. اهم حاجة ان انتوا ما تعوضوش الجرعة اللي فاتتكم وتاخدوا جرعتين او جرعة مضاعفة، لانها خطر جدا. حاولوا دايما ان انتوا تاكلوا وتشربوا بشكل بطيء، يعني خدوا وقتكم، لان ممكن يساعد على ابتلاع كمية اقل من الهواء. حاولوا ان تجعلوا وجبات الطعام مناسبة للاسترخاء، يعني تخلوا وجباتكم صغيرة، تاكلوا مثلا 5 وجبات على مدار اليوم وتكون الوجبة قصيرة. ما تحاولوش ان انتوا تملوا بطنكم او معدتكم. تتجنبوا تماما المشروبات الغازية لانها بتزود من الغازات داخل البطن. العلكة او المستيكة زي ما بنقول عليها والحلوى الصلبة برضو من الحاجات اللي هي بتسهل دخول الهواء داخل المعدة فبتحسسك بالانتفاخ. اهتموا بالتمارين الرياضية او على الاقل الحركة، يعني ممكن يساعدك المشي مسافة قصيرة بعد تناول الطعام في سهولة الهضم، وان الجهاز الهضمي يشتغل معاكي بشكل اسرع ويهضم معاكي الطعام المخزن.